وجهك ذا اللي مسوي فيها الدين شيخ ما شيخ نحب الجتيرة. أعطيني صغر الحالي بالله. أول ما جاء مسوي فيها ليش؟ ايش؟ بس صغر الحالي الله لا يهينك. ما لك منه بعد مسوي. ايش؟ لا يا شيخ بس اني عشان عندي سالفة أنا مع نفسي. وأنا أفضل وأنا مسكها طال عمرك. لا لا أمزح. إيه يوم جاني يوم جاني طال عمرك. يقول كذا يقول الشيخ انت يا شيخ يلا جايين جايين ايوه ابدا هو يذل ابدا اضحك يا والله انا مسح ذل طال عمرك ومسوي من الشيخ ودك عدي 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 رجع بعده الشيخ ما ود انه يكسر قدام اخوه قدام ربعه لا لا اذا لا كسرتها طال عمرك بطق قومه ايوه يا اخي اصفي عليهم انت مسوي يا شيخ انت مسوي فيها مع امي قلت خل عيال انا يدها اليمنى وخطه بيد اليمنى كفو ايوه قلت عند امري في اليضرب كفو وخطه 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 وانا ذبحته ما بينكسر خله يا سلام احد بهناك ولا ذولا طردي اطرد الاثنين الباقيين طقوا يا بالبيت طقوا عكره في الواحد قلت على وجهه تحت من دفنه او شد منها بوم على وجهه امسك الرجال دخل الله يكرمك كيس زباله ايوه فعلا حق زباله اذنه داخل من الريح حق زباله وانا التل الثاني ذا ايه اقعد ادوب ادوب انت خابر شديد تمام أيوة. اقول كذا اقول بقول 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 خله ربه خله اذنه مضخ ماكل واجد الشيخ ايوه من بقي اول ما هج الشيخ يا والله ايش بلال يوم طالع مدري من اللي فكه انا ذا اللي مسامح لو انا فك هو ذا يعدي جاي ناصيني وربعه سامح ما يشتري ها؟ ما داريني سامح ما داريني ايه اكل اسود علي ايه انا شفت شفت طالع انا واحد ما يداني جاني شبيلا ابى اقول لك شغله جيد ما قد يتختم ايه اسلم جاني شبيلا اثبته تمش والله اني لاخذ حق ابوه اني لاخذ حق عمه اللي ذبحته والله لاخذ حق عمه عم. إيه. وني لاخذ حق شيخنا وني لاخذ حق ابوي اللي درت به. تابع الحلال اي خير توكل على الله. لا هو والله صعب جيد ما اخوه جيد. ما في حيل ولا في قوه لكنه جيد وقلبه قوي قلبه سهل. يا خذيت شوي الباقي نطقم. لا كان فارس جيد. ابي زي ما انا ترى فارس انت ايش جيد جيد ونعم 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 ايوه ونعم امو ايوه يا ولد وتسمع ايه تبي العادات ولا تبي ندق بوقتك كم هو بنت تخيرني كفو كم هو بنت تخير لا شو قول دي ابو قحطان اللي جانا ونعم قسول مين ونعم ايوه وهو يمسك وانا امسك يا ولد كم هو بدري تخيرني يا كذا يا رخامه لا يا ابو قال قال خمه قبل هم عارفين قال يا اخوي منيف قلت ان اخوي انا ترى بيننا بين اخوه وبيننا وبينه هو مشات قال يوم قال يا اخوي منيف انا سبه لا يا ما يعرفوني ايش اسمي لكن هم مغبني من الرجال جايين اه حسن انت بالعصر اللي بعده سليمه انت اللي شخص ترفض المنزل انت يا اخوي منيف يقول لي انت يا اخوي معصي والله اني اخذ حق شيباني واخذ حق شيخ قبيله صدقت وعمي اللي ذبحتوه والله اني والله اني والله اني واشغل له باب اسناني واو ويطق طق ايش طق ايش اشتغل باب اسناني واو ويطق كيف هج هج وقلبه قلب اسد قلبه قلب اسد وايش بالي؟ حلوني شغلت صوت الديك وايش بالي؟ هو اسد هو اسد هو اسد ايش بالي؟ شغلت الباب اسناني راح لا استانس الولع وراح لا ان شاء الله طق استانس طيب متى تغلق الحلقه الاخيره ان شاء الله في القصه؟ انت شفت يوم انهم شفت طقوا يومهم طقوا لا خذ حذرك خذ حذرك ترى يجي يقول لك البارح انا انتبه بالقريه اي انتبه يرجع له ابوي تفضل يا باب اسناني واو مر تشوف ايوه مر انت اذهن اذهن الليل اذهن 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 انا يوم صليت الفجر اشوفهم فوق الضلع الله ما هم بسيط ورجعت ترقد وذابح الرجال رجعت ونمت قلبه قلبه اسد رجعت ونمت ايهاب الاسد انت بالعلم ايهاب الاسد ايوه رجعت ونمت انا اولاتها نمت العصر انا دوبني نمت الظهر انطقيت هذا اللي بسبتك وانت الاثنين ليه؟ ما يطقك
مدري جاني ناس كثير. هذا شبلان. لا مو شبلان. لا انا انت اخذت حقه جوني قال تعرف مني بسالم قلت له. وانا اللي انطقت عنكم. بابا اخذت حقك؟ لا استناكم تروح تاخذون حقي. ابد ابد لا 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 خلنا يجونا ان شاء الله. لا جونا ان شاء الله. لا جونا. سكرنا البيبان. انا اتوقع يلا الله يجيك. جيتم المغرب ها المغرب على صلاه العشاء. ادخلوا حذركم بس. انت بس انت بس اذهب انت اذهب. من النجر ها؟ من النجر لا موجود. خلق راسك. هذا يلا الله يجيك. العناينه شوف البارح. الاسد البارح. ما قطعت اصبعي. وكل اصبعك ها. لا لا الا الله انا متعافي الله يبارك. الحمد لله. اي ما شاء الله تبارك الله. لا انتبهوا انتبهوا. ما شاء الله عليك ترى ترى ما شاء الله تبارك الله. يا رجل غدي حذر و الله الله انتبه. ما والله انهم بوم خير صحوك من النوم. اي انا سمعت خبطهم وصحوني. ايه قلت ما يعرفون وش انا ولا سلوا ما نمني قلت لي ايش تبون. ايوه صحوك. يا رجع بصلاة الفجر. الفجر انا ضارب ابن عمهم البارح ذابحه. ذابحه في الهنجر. قول له تشوفهم مطبخهم اليوم بالهنجر. يحطون هناك يوم تالي يوم شافوا عطروا الهنجر ورتبوه. جاء الاسد لقيت يحب الغرفه البارح. من جود الفزقه. وخالد وكسر ظهره وانا احطه بحد الدولي المطبخ. وين ذبحته؟ بالهنجر. كيف شله شل ومربه ضربت على ركبتي له له كذا. زي الحطب قلت انا انا البارح تسبحت وانا راجع الغرفه. ايوه وما شغلت النور عشان العيال يعني نومه كلهم الا والله الاسد اللي يحوم حول سرير ابن دفن. اوه اله الا الله. يبي ياكل ابن دفن. بياكل ابن دفن. لا لا وصل لو يشوف وجه ابن دفن ما ظلت ياكله. هذا انت نمر هو اسد يعني ما شاء الله تعرفون بعض. قلت له كذا. وش قال لك؟ قال لك لا لا هو يجي لا جاء جاء ذا الله لمه مصحيح يعني بينهم معلوم أنا هو يحط اذنه كذا عند فمي قلت رح الهدف قال طيب وجاء الهنجر يروح الهنجر ويجلس بكنبه اليسار هو أنا أدخل وأقفل ذا وأقفل مطر المخ البيبان وأول ما قربت مع ذا رح حط يد النجل ولا ظهره هو خبيث خبيث المخبث ايوه هو يلوع يعني لاني والله هندشت ابو خمس ثواني من داش لا ولا جابتها اتوقع انا قلت على بس جاء والله شطنته منه لا لا منير بالله اعطيني توت يا منير واحد ايوه لا والله يا ولد يا منير هندشت حلو ما جات بعينك قول الحمد لله اي والله وانا ادور واعطيه خماسي له بفرش القفاري من بينه طيرها فرشه وانشقت جمعتها حتى انشقت سلمت يا قلب الله يكثر خيرك شوف وإيه نص نص بالله وملازخ انا وياه وملازخ انا وياه حبيبي سم وملازخ انا وياه يعني هذا الكلام ورا ما تقهويت وسويت لك قهوه حليت الموضوع هو يبيشر وش مدخل غرفتنا؟ مدخل غرفتنا هو يبيشر بقعده؟ لا اله الا الله بعدين طر ولا واردك مقطوع انت قبل شوي يوم تقول حط اذن عند ايه ذمك هذا الشيخ اللي مسوي فيها الديب مسوي فيها ان الشيخ هو ما كيف بلغت الشرطة؟ ولا تجيبي كيف بلغت الشرطة حلت الموضوع ودي حبيبي الشرطة دقت على الشرطة طال عمرك كبرت الساعة حذف الحذف احنا نذبح من حذف بضلع شوف ترى ترى الضلع اليمين ما هو ضلع ترى هذا الاسود وفوق بعضهم طيب والله طيب ايوه حطه ترى كبه ترى لا تشال فيه اي هذا هو اسمع طيب سويت انك بلغت لك كبرت السالفه يعني يا مو بسيطه كل ليله كذا كل ليله تحصل الحكومه مين مقصره المهم ايه وسوي الشيخ قبل ما اقول لك وش سوى ايش سوى حط خشبي عند خشبي انا اقول له كذا يقول لي كذا ايوه يقول لي كذا ريحه فم الاوكي معروف الاسد معروف الله وجهك اي اي وانا اقول لك كذا ويرجع دريت ما بقل هو كاد اذن اذن شبيلان شفت انا قبل شيء يحوم فوق الضلع اهلا جوني العصر وانا راقب لا لا شبيلان لازم نقضي عليه قبل ما يكبر ترى داهيه ترى داهيه داهيه ايوه جوك العصر جوني العصر انا راقد ها رقدت في المسجد ذبحني البرد ذبحني البرد قول بطني انا سيفك اخوك ذبحني البرد في المسجد الله يسامحك صلاه العصر ما صليتها بسبتك ذبحني البرد عشان بطانيه ما تدري ذبحني البرد وين رحت حبيبي اسمع ذبحني البرد من قوه البرد رحت الخيمه